يحصل في الفترة الجاية، لكن زي النهاردة وتحديدا في 2001 الأهلي كان بيلعب مع الترجي، كانت المسألة تبدو صعبة للجميع، بيلعبوا في السيمي فاينال في تونس يوم 17 نوفمبر 2001 في الدور قبل النهائي لدور الأبطال، تعادلوا 1-1. سيد عبد الحفيظ سجل هدف أعتقد حسم به كل الأمور وقاد الأهلي للنهائي ليتوج الأهلي ببطولة 2001. ده بمناسبة دلوقتي يعني جاية في نفس التوقيت تكليف مجلس الإدارة لكابتن سيد عبد الحفيظ بمتابعة شؤون كرة القدم إداريا خلال المرحلة الجاية، على فكرة كابتن سيد، والعرض على مجلس الإدارة من منظور التكليف الخطيب لاحقا، من منظور التكليف بتاع اللحظات المليحة الأخيرة، فالكابتن يعني مستني منه أكثر من هدف على هذا المستوى غير التقليدي، أكثر من هدف غير هدفه في الترجي. نفكركم بهدف سيد عبد الحفيظ في الترجي في 2001 في مثل هذا اليوم. شادي محمد في دائرة وسط الميدان والتسديدة مباغتة وهدف التعادل، هدف التعادل للنادي الأهلي، كانت كورة مباغتة جدا، لوب يرفع الكورة بالحارس الزوبي، التوقيت 31 دقيقة لعب في زمن الشوط الثاني، فرحة كبيرة جدا في جماهير الأهلي وفي اللاعبين وبنك الفريق، 1-1 في الإعادة، سنستفيد من صاحب هدف التعادل وائل جمعة، يخرج الكرة ترجع من الدفاع وليد عزيز، وأظنه سيد عبد الحفيظ، سيد عبد الحفيظ إغالة الحارس الزوبي، 1-1 هدف في وقت مهم جدا للأهلي، هذه فرحة الجماهير المصرية والأهلوية. إذن سيد عبد الحفيظ قلت صاحب، طيب لانه زي اي نهارده هتلاقوا في اهداف مؤثره جدا للاهلي وهتلاقوا مناسبات للفرحه ويا رب دايما تدوم. يوم 17 نوفمبر لكن في 2012 وكمان الترجي، الاهلي بيلعب مع الترجي مباراه العوده للدور النهائي على ملعب رادس، فاز الاهلي 2-1 لجده وليد سليمان، نفكر حضراتكم بيهم. وكره ترجع للنادي الاهلي، ترجع الكرة مرة أخرى لوية السيد حمدي، السيد حمدي خطيرة جدا، السيد حمدي والهدف الأول، والهدف الأول النادي الأهلي عن طريق ناجي جدو، عن طريق ناجي جدو في وقت قاتل في دقيقة 43، النادي الأهلي يتقدم 1-0 ويقلب مصير البطولة، 1-0 للنادي الأهلي. هنا الخطاف في الدفاع وراء المدافع الهجري، السيد حمدي يعمل أكسلراسيون يهرب على الهجري، يحط كرة في طبق والتسديدة ممتازة، ولاعب الخبرة جدو يفتح بوابة التسجيل، كرة من وليد الهجري، يرجع مشكلة للترجي في الوسط، خطيرة برشا، 2-1 وكرة خطيرة، وكرة من وليد سليمان والهدف الثاني، الهدف الثاني لوليد سليمان، الهدف الثاني بعد خطأ كارثي في دفاعات النادي الأهلي اللي نقول يضمن البطولة بنسبة توصل 99%. ترجي الغيابات ذبحته، الغيابات قلقته، وليد سليمان ينحي الكرة للاعب بن منصور، يعمل كرة ممتازة اللي قلت الورقة الجوكر للمدرب البدري ويسجل الهدف الثاني. يتعدى منه الأهلي مرتين، ونقطة ضعف وكرة خطيرة وفرصة، والهدف الأول من يمين، الهدف الأول من الكاميروني، الهدف لو كان في بالي بالطريقة هذه راني حكيت في الزيرو زيرو يعني. طبعا ذكريات رائعة جدا، يعني طبعا هي في مثل هذا اليوم تقريبا، لان هو الشهر ده اللي بيتحسب فيه النص الاخير من نوفمبر، النهائيات هتجد مثل هذه الذكريات، عشان كده يعني مش مطلعينها من المخزن ولا حاجة، لا ده هي توقيت في توقيت التواريخ السليمة